ولنقاش ملف ارتفاع معدل الفقر والبطالة في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى بفالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. إلى أي مدى ساهم الفساد الحكومي والاستحواذ على مقدرات العراق الاقتصادية والمالية في إفقار الشعب العراقي وبلوغه مستويات متدنية من خط الفقر؟ مساء الخير عليكم ست سمية وعلى السادة المشاهدين. يعني كلنا يعني على دراية وتبدو الأمور لنا بشكل واضح أن الاقتصاد العراقي يعني هو من سيء إلى أسوأ، وبالتالي يعني هنالك نقطة أساسية مهمة أن الآن يقع العراق في مفترق طرق بحاجة إلى تطبيق برنامج إصلاحي يكون على شكل اقتصادي واجتماعي متكامل بعضه مع البعض، وهذا يجب أن يكون بالدرجة الأساس على الحكومة المنتخبة في المرحلة المقبلة، وبالتالي يقع عليها عاتق وثقل كبير في أن يكون لها برنامج اقتصادي سياسي اجتماعي موحد تستطيع من خلاله أن تعتمده في خلال فترتها اللي هي التي ستحكم به البلاد. لكن عدم وجود هذا وبالتالي الخلل في مجمل السياسات الاقتصادية، وكما ذكرتم أيضا في تقريركم بشأن الفقر وبالتالي زيادة الفقر بالمقارنة والبطالة حتى بالمقارنة مع عام 1991، كلنا نعلم هذا العام هو العام الذي يعني مر به العراق بحصار اقتصادي وبقي إلى عام 2003، ولكن مع هذا لم تكن هذه النسبة التي وصل إليها العراق اللي هي أكثر من 40% كفقر، وقد تكون حتى أكثر من ذلك، ولكن وكذلك بالنسبة للبطالة. لكن مع هذا يعني كانت الأمور سابقا أفضل بالتأكيد، وحل المشاكل أفضل بالتأكيد من في وقتنا الحاضر. نعم، إذا كان الاقتصاديون يؤكدون أن الانتعاش النفطي يجب أن يكون له مردودا إيجابيا على واقع المواطن العراقي، كيف يفسر أن المواطن في العراق لم يلمس نتائج ارتفاع أسعار النفط في الأسواق؟ نعم نعم، هنا أيضا هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني لو أخذنا على سبيل المثال الشهر كانون الأول 2021، يعني حسب التصريحات الرسمية كانت الإيرادات النفطية 7 مليارات وحوالي 37 مليون دولار. يعني هذه 37 مليون دولار، ولا أتكلم عن 7 مليارات، هذه لو استخدمت في قيام مشاريع تدريب الشباب وبالتالي حتى تعمل على تخفيض البطالة وتعمل أيضا على التحفيز المستمر للاستثمارات، هل الاستثمارات البسيطة الموجودة في داخل البلاد بأن تحفز المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة. نحن الآن اقتصادنا في أوج يعني الحال أنه يطلب أنه من هذا النوع من المشاريع المتوسطة والصغيرة يجب أن تركز الدولة عليها، ومن ثم تأتي التركيز على المشاريع الكبيرة، وليس كما العكس كما يشاع من بعض الاقتصاديين أو الغير الاقتصاديين. هذا الكلام غير صحيح، أنه أن نبدأ بالمشاريع الكبيرة، هذا شيء جدا يعني غلط، خاصة في اقتصاد العراق الحالي يجب أن نبدأ بخطوات متوازنة. هنالك شباب وعدد كبير من الأفراد هم في حالة بطالة ولكن لا يتمتعون بكفاءة، وبالتالي المهارات لديهم محددة، إذا يجب أن نبدأ بهذا النوع من أنواع المشاريع. يشار في هذا الصدد إلى أنه هذه المشاريع التي يعني التي كان العراق بصددها بلغت حوالي 352 ألف دولار إلى حد ايار 2021 في يعني تضمين المشاريع الصغيره وبالتالي تشجيعها. هذا الرقم يعتبر صغير حاليا في وضع العراق، كان يجب ان يكون اكثر من ذلك، وبالتالي كان حتى يصبح هنالك تحريك اكبر في الاقتصاد وتحريك في القوه الشرائيه وخلق دخول جديده حتى نستطيع نبدا بحل المشكله تدريجيا خطوه بعد خطوه. نعم. وفقا لوكاله فيتش لتصنيف الائتماني، شهد العراق في ظل جائحه كورونا ارتفاعا كبيرا في معدل البطاله، الى اي مدى يؤثر مثل هذا التقييم على السياسات الاقتصاديه في العراق؟
العراق وانعكاساته على نتحدث عن الوضع الدولي وربما تصنيف الاقتصاد العراقي دوليا؟ نعم، يعني بالنسبة أيضا هنا أيضا نقطة جدا مهمة أثرت فيها حضرتك ست سمية، يعني أنه وكالة فيتش لما تشير إلى أن وضع العراق في يعني وضع السياسات الاقتصادية هنالك معوقات كثيرة له، لماذا؟ لأنه يشير يعني هو في محض هذا الكلام أن محركات الاقتصاد السياسي لا زالت لا تعمل، ويقول بالرغم من تخفيض قيمة العملة وبالرغم من اتخاذ مثل هذه السياسات إلا أنها لم تحقق الشرط الذي كان يتصورونه أو يتوقعونه، هو أنه سيمكن أن نحل الاقتصاد وتحل مشاكله، وكما يشار من قبل بعض المسؤولين أننا حصلنا على كمية من العملة أكثر عند تخفيض قيمة العملة. لا، لا يوجد هذا الشيء. إلى أي مدى ستكون موازنة عام 2022 منقذة بخطة محكمة لملايين العراقيين الذين يعيشون اليوم البطالة والفقر؟ نعم، لاحظي يعني أننا يعني الآن يجب أن نضع موازنة، يجب أن تكون هذه الموازنة يعني بالدرجة الأساس تركز على الاستثمار. يشار أن موازنة 2022 هي موازنة تحوطية، إذا بالنتيجة لدينا أيضا هناك مشاكل، ويمكن أن يكون لدينا هنالك اقتراض بالرغم من يعني بعض المسؤولين فسروا وذكروا قبل ذلك بفترة بأننا استطعنا أن نقضي على كمية كبيرة من أو يعني نحقق يعني القضاء على الديون الخارجية، وبالتالي أصبح وضع العراق أفضل. هو في حقيقة الأمر هي كلها يعني تصريحات ضبابية قد نجدها في بعض التقارير الدولية غير صحيحة، وبالتالي هنالك مديونية للعراق جدا كبيرة. بالتالي يجب أن نفكر في التأكيد، ودائما أشير التأكيد على الاستثمارات الدولية والمحلية حتى نعمل على تطوير قبل ذلك البنى التحتية، وبالتالي نستطيع أن نعمل على مزج بين قطاعي الخاص والقطاع العام حتى يظهر لدينا القطاع الخاص يعمل بجنب مع القطاع العام ويعمل أيضا بجنب مع المستثمر الخارجي. إلى الآن إحنا هذه الميكانيكية لم نستطع أن نعمل على خلقها، وبالتالي أيضا هذه مشكلة كبيرة. دخلنا عام 2022 الموازنة غير موجودة، وبالتالي لا توجد خطط استثمارية، ولا نعلم كيف سيكون خطط الدولة القادمة، وكذلك لا نعلم ما هو البرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي للحكومة المقبلة. الدكتورة، البطالة والفقر يعدان وجهان لعملة واحدة يرجعها المراقبون للسياسات الاقتصادية للدول، إلى أي مدى كان خفض قيمة الدينار العراقي سببا في زيادة معدل الفقر في العراق؟ أكيد كان زيادة يعني كبيرة جدا، ولا ننسى أن كورونا أدت أيضا حسب يعني التصريحات الرسمية أدت إلى زيادة عدد الفقراء أكثر مما كان هو عليه العدد ب 4.5 مليون شخص، يعني بين 2020 و21 عندنا زيادة 4.5 مليون عراقي إلى ما دون خط الفقر. وايضا يجب ان نفكر اننا يعني الان وزاره التخطيط وضعت يعني استراتيجيه جديده اللي هي يعني خطه الى 2027. يعني نلاحظ هذا الاخطاء الموجوده في الاستراتيجيات السابقه التي دائما كنا نشير لها، ان هذه الاستراتيجيات لقضاء الفقر وبالتالي على البطاله في الاستراتيجيات الثلاث لم تكن صحيحة، وكانت هنالك تشوبها كثير من الأخطاء والتطبيقات، ويشار إلى أنه لا توجد رقابة عليها. إذا إحنا عند وضع هذه الاستراتيجية الجديدة للقضاء على البطالة والقضاء على الفقر يجب أن تكون هذه محكمة بمجموعة من الأشياء، ومجموعة من الأمور التي يجب أن نفكر بها هو كيفية خلق صناديق الاستثمار والصناديق السيادية، الاستفادة من موارد المالية النفطية التي تأتي إلى العراق التي جاءت في هذه الأشهر الأخيرة بكميات جدا كبيرة، وبالتالي يمكن خلق منها أشياء كثيرة. كل هذا لو تم الاستفادة وابتعاد عن الفساد وابتعاد عن
الأشياء الأخرى اللي هي عدم الاستفادة من الأموال التي تخص المنافذ الحدودية إلى آخره. لو جمعنا كل هذا في خطة سياسية اقتصادية محكمة لا استطعنا أن نعمل على حل مشكلة الاقتصاد العراقي، ولكن مع الأسف لا يوجد هنالك من يضع هذه الأمور في نصب عينه وبالتالي الفعل عليها، وبالتالي حتى يستطيع أن يعمل على القضاء على البطالة وعلى الفقر. وهنالك نقطة أساسية مهمة يجب أن نذكرها، أن الفقر الذي يفكرون بالقضاء عليه إلى 2030 هو الفقر الذي يقاس بعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت دولار ونصف، ولك أن تتصوري كيف هي الأمور. الشخص الذي يعيش على دولار وربع أو نصف يوميا هذا هو الذي الآن هو التركيز عليه إلى عام 2030 للقضاء عليه. وبالتالي إذا معناته هنالك خطأ كبير في وضع السياسات الاقتصادية كما أشرت، وبالتالي نحتاج إلى فكر اقتصادي يعمل على إحكام القوانين ويحكم مجمل الأشياء التي يمر بها العراق ويستفاد من الموارد المالية بشكلها الصحيح حتى يستطيع أن يضع الخطوات الأولى الصحيحة. شكرا جزيلا لك دكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.